أنسى ما الجنات علينا أنسى ما الجنات علينا أنسى ما الجنات علينا أنسى ما الجنات علينا بلابل الإيمان قد جاءت هنا بلابل الإيمان قد جاءت هنا تتلو كتاب الله في إتقاني كم آية في الكون في الإنسان تدعو إلى الإيمان بالرحمن كم آية في الكون في الإنسان تدعو الأشواق أتينا للقاء الأحباب سعينا بجناح الأشواق أتينا للقاء الأحباب سعينا لرحاب القرآن فهبي أنسى ما الجنات علينا جناح الأشواق أتينا للقاء الأحباب سعينا بجناح الأشواق أتينا للقاء الأحباب سعينا برحاب القرآن فهبي أنسى ما الجنات علينا بجناح الأشواق أتينا للقاء الأحباب سعينا برحاب القرآن فهبي أنسى ما الجنات علينا أنسى ما الجنات علينا ألف صلى الله على قمر الكمال حبيبنا من سكن طيبا من سكن طيبا ونال ذر المعالي بعث الأمال في ليل الحيارة حبيبنا نوره جلا القرآن الكريم البرنامج الرمضاني المسابقاتي يأتيكم من الساعة الواحدة ظهرا على إذاعة سمارة FM مع الإعلامي عبد الخالق محمد مالك يرافقه فضيلة الشيخ الحافظ أحمد سليمان المضولي رحاب القرآن الكريم هذا البرنامج برعاية شركة القرماني للصرافة والتحويلات موسيقى
عام مضى في عداد الزمان والعمر يحلو بتلاوة القرآن، والقلب ترقى به آيات ربه وتجلو ما فيه من هم وأحزان، والنفس تهفو وتستزيد بعلمه، والروح تسمو بكلام المنان. إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا مشاهدينا الكرام. ها نحن من جديد في حلقة قرآنية متجددة نلتقي بكم على مائدة القرآن ونحلق معكم في فضاءة الإيمان، وحييكم بكثير من الوجد والشوق، وأرحب بكم من منبر الحلقة 15 من برنامجكم الرمضاني المسابقاتي في رحاب القرآن الكريم الذي يأتيكم طيلة أيام شهر رمضان المبارك على إذاعة سمار اف ام 100.3 وبرعاية كريمة من شركة القرماني للصرافة والتحويلات. أنسام الجنات علينا جناح الأشواق أتينا للقاء الأحباب سعينا بجناح الأشواق. إذن سامعينا الكرام سأكون معكم إعدادا وتقديما، أنا عبد الخالق مالك من الهندسة الصوتية، المخرج المايسترو محمد علي تيسير، ومن الإشراف العام المدير وليد الضيفي. أيضا أرحب بكم وباسمكم سامعينا الكرام بفضلة الشيخ الحافظ أحمد المضوني القارئ الرسمي لإذاعة سمار اف ام 100.3. إذن مرحبا بك يا شيخ في رحاب القرآن الكريم. نرحب بكم وبالمستمعين جميعا. إذن وكما نعود المستمعين في بداية كل حلقة آيات بينات من القرآن الحكيم، ولكن هذه المرة يا محمد تيسير سيكون المقام اسمه مختلف نوعا ما، وما أعتقدش أن الكثير فاهمين أو عارفين بهذا المقام. اسم المقام هو المقام الخماسي، وهذا المقام سامعينا مشاهدينا الكرام هو مشهور مشهور ويقرأ بكثرة في قارة أفريقيا، ومن أبرز القراء لهذا المقام نورين محمد الصديق والقارئ زين محمد أحمد. أيضا إذا تكرمت يا شيخ أن تعطينا نبذة بسيطة عن هذا المقام ومن ثم تسمعنا مثال لهذا المقام. نحن كما قلنا في بداية الحلقات أن المقامات دائما هي الطبقات الصوتية المتعلقة بأهل مصر من الأمصار أو مكان من الأماكن، فترتبط النغمة بأهل هذيك وتكون خاصة به، مثل الصنعاني بأهل صنعاء، والحجازي بأهل الحجاز، والكرد بأهل الأكراد وهكذا. أما الخماسي هو متعلق بنغمة أهل أفريقيا وطريقتهم في التلاوة، فهذا خاص بهم أكثر ما يتقنه أهل السودان. وهذه المدرسة هي للشيخ أفضل من أجادها، الشيخ نورين محمد الصديق والزين محمد أحمد، وهؤلاء مثل نورين رحمه الله متابعين كما رأيت والمستمعين في صوته الجميل الخماسي أكثر بعشرات الملايين في المقاطع، يعني هم أكثر من أجادوا ولا اللي هو المقام لأنهم الخماسي. أهل هؤلاء البلد، نحن نحاول أن نأتي بطريقتهم فقط. طيب نقرأ؟ نقرأ بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة
قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. إذن اختلاف في المقامات وفي التنويع الصوتي في أغلب المقامات، بنلاحظ في هذا المقام يا شيخ أنه كيف تدري مثلا أنه خاص بقارة أفريقيا عندما ترفع في بعض الكلمات أو في على الجواب. عند الجواب عندما ترفع إلى الجواب بتلاحظ في نبرة من اللكنة الأفريقية والكلام الأفريقي. أي النغم الأفريقي صحيح. النغم الأفريقي. نعم كل منطقة ولها نغم خاص فيها. أعتقد أنا وسامعين الكرام ملاحظين لهذا الشيء. شكرا يا شيخ. وخاصة هو يكون غريب لما يأتي من مثلا يمني وقلد الطريقة السودانية في التلاوة. جميل. يعني أيوة يكون لها صدى أكثر. أيضا بنوعد يا شيخنا القدير مستمعينا الكرام أن الشيخ يحمل في جعبته الكثير والكثير من المقامات المختلفة والمتنوعة في قراءة القرآن. بس في كل ما بنهيبتش بنكون كلنا في حلقة واحدة، بنوزحن على جميع الحلقات إلى آخر حلقة سامعينا الكرام إن شاء الله. إذن أجدد ترحيبنا بكم سامعينا متابعينا الكرام أينما كنتم أينما كان كائنكم في برنامج رحاب القرآن الكريم الذي يأتيكم على إذاعة سمار FM وبرعاية كريمة من شركة القرمان للصرف والتحويلات. بشكل سريع مش بشكل كثير يا محمد، طبيعة البرنامج أنه مقسم إلى فقرتين، الفقرة الأولى الاستماع لتلاوتكم مع العطيرة، الفقرة الثانية سؤال مباشر من الشيخ لمدة 10 ثواني والذي ما يجيب حظ أوفر للجميع. نذكر برقم التواصل 770-1013 أو 777-33-1103 ونبدأ باستقبال أول مكالمة معنا اليوم يا محمد. نقول يا أهلا وسهلا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اهلا، الاسم محمد فليفل. محمد فليفل اسم الاب، الاسم كامل محمد علي عبد الله فليفل. محمد علي عبد الله فليفل حي. اهلا يا محمد. محمد كم تحفظ؟ احفظ هذا في البداية من البداية هذا من صلاة جزء عظمى يعني لا تقريبا كان 10 أشهر مع الانشغال والامور ما عاد راجع شغل كثير. يعني تحفظ الجزء 3 منها؟ لا ماشي يعني في البداية يعني تقريبا 5 ما بين الراجع شبين بين السبب 5 أجزاء بس ما بيراجع. من أين ستقرأ إن شاء الله؟ طيب في البداية بالأجزاء هذا البداية. طيب من سورة إيش بتقرأ يا محمد؟ سورة الغاشية. سورة الغاشية. إذن استعذ بالله من الشيطان الرجيم وتوكل على الله. ابدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث من الغاشية؟ حديث الغاشية. حديث الغاشية. وجوه يومئذ خاشعة. خاشعة باصرة. عاملة ناصبة. عاملة ناصبة. تصلى نارا حامية. تسقى من عين آلية. ليس لهم طعام إلا من ضريع. لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة تصلى راضية لسعيها راضية. لسعيها راضية. يا محمد. أيوة. أنت قرأ غيبا صحيح؟ أيوة. أنا كفيف طبعا. أنت كفيف يعني أعمى. أيوة يعني أيوة أنا ما تقرأ شيء. أنا قلت يمكن لأنه يخطأ هكذا قد يقرأ غيبا. طيب محمد نحن إن شاء الله سندخلك في السحب لن نحرمك من هذا الشيء لأنك إنسان كفيف وكذا، فحاول أنك تستمع مثلا لمقرئين مشهورين معروفين أو تردد معهم أثناء التلاوة وتحفظ هكذا عن طريق الاستماع إن شاء الله. ما شاء الله أنا حافظ قرنه بسبب انشغال والصاري وكذا والله. أنا خريج جامعة صنعاء دراسة إسلامية. ما شاء الله يا محمد، بس هذا ما يمنعش إنك تراجع القرآن وإن شاء الله. إن شاء الله. تشارك معنا في الحلقات القادمة وأنت أكثر حفظا وأكثر إجادة. أي لأن في ما شاء الله ناس كفيفين وأمس اتصلوا حفاظ المصحف وتحدونا حتى أننا نضع لهم أسئلة من المواضع من كذا وكذا ويعطيك الآية التي بعدها، فأنت لست أقل منهم شأنا، ستكون أحفظ بإذن الله. بإذن الله سيكون أحفظ محمد، يعني عند عزيمة في الحفظ بإذن الله أنك تتوفق يا محمد وندخل في قائمة القرعة الذي مشاركين.
إذا تدخل معنا في القرعة يا محمد. نستقبل اتصال آخر يا محمد ونقول لي أهلا وسهلا. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله. رمضان كريم. كيف حالك؟ تمام الحمد لله. الاسم؟ معك سنة. سنة. سنة أحمد علي سبها. أحمد علي سبها حق أمس. إيه صراحة. من أحمد علي من سبها؟ سبها سبهان. سنة أمس دخلتين في السحب ما جاش اسمك وما شاء الله عندك عزيمة أنك تعودين لنا. ما شاء الله البرنامج حالي وبيحفز واحد. أهم شيء يكفي أنك تشاركين معنا تقرأين ونسمع القرآن منك. بعيدا أي بعيدا يا سنة عن الجوائز عن كذا إلى آخره. أيوة نستمع كلام الله ونتذاكر بيناتنا. وأيضا يا سنة الحلقة أمس نزلت في صفحة الإذاعة موجودة كاملة فيديو بإمكانك العودة إليها والاستماع دائما لمشاركتك. من أين ستقرأين اليوم؟ سورة الحديد آية أثرتني يعني. محضرة لها هناك إن شاء الله؟ إن شاء الله. توكل على الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. اعلموا إنما الحياة الدنيا لعب وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يا سنة يا سنة بارك الله فيك. اليوم تجاوزتي مشكلة النفس وانقطاع تمام؟ ايه. ولكن وقعتي في بعض الملاحظات اللي هي في الشكل. ايوه مش مشكله. الاهم شيء واضح ما نقول لك انك مستمره في الخطا ولكن الانسان يتعلم. معك لعب ولا تمام. الكفار وليس الكفار. ورضوان وليس ورضوان تمام. ايوه قد يكون على الهواء قد يكون ان مستعجله قد يكون في ارتباك احيانا ما احنا نقول ان كذا ولا كذا ولكن واظبي وكل ما استمريتي في القرآن دائما كل ما كان أدائك أفضل. بارك الله فيك وستدخلين معنا إن شاء الله في السحب اليوم أيضا. ما شاء الله عليك يا شيخ والقراءة ما شاء الله. الله يبارك فيكم. بالتوفيق يا سنة. ونستقبل اتصال آخر يا محمد تيسين ونقول أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا. تمام الحمد لله. إيش اسمك؟ قرب التلفون منك. المرتضى هاشم الخزي. أيشو؟ المرتضى هاشم الكبسي. المرتضى هاشم الكبسي. يا مرتضى كم عمرك؟ الصوت بيقطع. الذي عند مرتضى حاولوا بس يكون التلفون ثابت عند مرتضى. كم عمرك يا مرتضى؟ 5 سنين. 5 سنين. طيب يا مرتضى من وين بتقرأ اليوم؟ سورة النصر. يا مرتضى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا أتى نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا يا مرتضى. يا مرتضى اسمعني انت. اسمعني يا مرتضى. يا مرتضى ما شاء الله صوتك جميل وقراءتك للقرآن متقنة. شكرا. أعطينا اسم الاسم الكامل عشان لو طلع اسمك في القرآن نحول الحوالي باسمكم.
لا اسم ابوك، اسم ابوك يا مرتضى. اسم ابوك الرباعي. هاشم من؟ هاشم. ايش اسم جد؟ هاشم. هاشم عشان لو فاز يا محمد قصدي. هاشم محمد الكبسي. هاشم يحيى محمد الكبسي. هذا اسم الوالد؟ ايوه ايوه. يلا تمام ان شاء الله، خلاص ان شاء الله تدخل في القرعه، واسمع اسمع الحلقه الى الاخير يمكن يطلع اسمك في القرعه. بالتوفيق بالتوفيق يا مرتضى، ونستقبل اتصال اخر ونقول يا اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا، الاسم؟ امت السلام محمد القطيب. امت السلام محمد حزام. حزام من؟ القطيفي. القطيفي. ايوه. اهلا يا امت السلام. امت السلام، كم تحفظي من القران الكريم؟ ما تيسر منه. ما تيسر. طيب من وين بتقري اليوم؟ اقرا سوره الزلزله. سوره الزلزله. اذا توكلي على الله واستعذي من الشيطان وابدئي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا امت السلام. ايوه يا اخي. بارك الله فيك، اقرأي الاستعاذه في البدايه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يكثر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بارك الله فيك وحفظك الله، تلاوة رائعة وجيدة. بارك الله فيك. إذا بالتوفيق يا أمة السلام، إن شاء الله تكوني أحد الفائزات وأول فائزين معنا اليوم في مسابقة رحاب القرآن الكريم. نستقبل اتصال آخر ونقول يا أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا، رمضان كريم. طبعا عليك. الاسم؟ رباب محمد عبد الله الأديمي. رباب؟ رضوان محمد عبد الله الأديمي. رضوان محمد عبد الله الأديمي. أيوه. اهلا يا اختنا. طيب كم تحفظي؟ ما تيسر من القران. ما تيسر من القران. طيب من وين بتقري اليوم؟ سوره الاخلاص. سوره الاخلاص. رضوان ولا من؟ أيوه. هذا هي باسم رضوان. باسم رضوان. طيب اذا توكل الى الله واستعذ من الشيطان وابدئي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بارك الله فيكم. إذا قراءة سليمة ومباركة يا أختنا العزيزة، بإذن الله تدخلي السحب معنا وتفوزي اليوم بالجائزة. ونستقبل اتصال آخر ونقول يا أهلا وسهلا. السلام عليكم. أهلا، اسمعني من التلفون وطي صوت الراديو. إيش اسمك؟ إياد. إياد. إياد صالح. إياد صالح. حامد. إياد صالح. حسين. صالح. صالح. حامد. حامد. يا إياد كم عمرك؟ تسع سنين. ما شاء الله. طيب من وين بتقرأ اليوم يا عياد؟ لا ايش من صورة بتقرأ اليوم يا عياد؟ الله. صورة الناس. ايوه. صف كم انت يا عياد؟ ثالث. صف ثالث. صف ثالث. ايوه. ما شاء الله يا عياد. نعم. انت متقن لصورة الناس؟ ايوه. يلا سمعنا. يلا استعذ بالله. مش... ياد يا عياد. عياد اول حاجة تقرأها اثناء القرآن ما هي؟ أعوذ بالله. أيوه يلا بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس
إله الله ملك الناس ملك الناس إله الله من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. يا شاطر إياد، أيوه الوسواسي ولا الوسواس؟ الوسواس. ايش؟ الوسواس. من شر الوسواس؟ الوسواسي. 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 ايوه، الوسواسي. بارك الله فيك. بالتوفيق يا اياد، ان شاء الله تفوز معنا، قول ان شاء الله. اياد. بتفوز معنا اليوم. ان شاء الله. ان شاء الله، اذا بالتوفيق، ان شاء الله تفوز معنا باحد الجوائز المقدمة من شركة القرماني للصرافة والتحويلات، ومستمرين في استقبال المكالمات يا شيخ، ونستقبل اتصال. عفوا يا عياد، نستقبل اتصال اخر ونقول يا اهلا وسهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام. يا اهلا، رمضان كريم. على الجميع يا رب. اهلا، عرفنا عنك. عمار عبد القاسم صالح. عمار عبد القاسم صالح، صديق البرنامج، حافظ صح؟ ايه. اهلا يا عمار. طيب الشيخ بيحط لك موضوع او انت بتقرأ يعني صورة معينة؟ انا اللي تحب يعني، مش مشكلة. انا احب ان الشيخ يحدد لك موضوع. يا عمار. نعم. المرة الاولى انت شاركت معنا في اي في صورة صورة الحديد. الحديد صح؟ ايوه. أيوة. طيب انت، انا اللي مسألك من اي مكان او انت محدد؟ اللي تشي لو عند تشرق عادي. طيب انا اقصد انت اذا انت حافظ لك الاولية في الجائزة، إذا أنت إذا أخذت منا السؤال وأجبت. أحدد عادي. أحدد. نعم. قول الله عز وجل: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، من أي سورة الآن؟ طه. يا سلام، يلا توكل على الله واقرأ من هناك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تقولا له قولا لينا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا. واصل تمام. فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. بارك الله فيك. صدق الله العظيم. بارك الله فيك يا أخ عمار، يا شيخ عمار. تمام. انا لن الومك انك على الهواء، ولا لا اقول انك لست حافظ، انت ما شاء الله حافظ وان شاء الله تكون متقن. لكن يا اخ عمار. نعم. انت قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقولا له قولا لينا، ما رايك بهذا الوصل؟ هو انا بس هل الوصل صحيح ام خاطئ؟ يعني انت ايوه، لا الوصل خاطئ تماما، لا تصل هنا، لانك عندما ابتدات بالشيطان قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقول له، وكان القول ايوه وكان وقفت بس انه الحلقه مع يا شيخ. نعم. للامانه يعني انا اقرا يعني من بعد ما عمري 5 سنين ما شاء الله،
بس اوصلت لا عندك مش عارف ايش صار صار. لا لا اقصد انا اقصد انك على الهواء على الهواء يكون الانسان دائما مرتبك في ارتباك و... انت انا الان اضعك انت انا اضعك الان على قائمه لوحدك وان شاء الله تفوز بدون قرعه اذا لم ياتي من ينافسك ما في مشكله خلاص اتفقنا على هذا. انت حافظ وانت حافظ وصوتك جميل واتقانك تمام ولا الومك على الهواء ولكن انا اريد منك شيء لاني مركز لك على الاشياء هذه البسيطه لانك حافظ الاستعاذه اذا الاستعاذه اذا دخلت بعدها في تغيير المعنى توقف مثلا لما تقرا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا اله الا هو الحي القيوم يعني الشيطان وبعد تقول الله ما ينفع لان هذا الوصل ايوه وصل وصل خاطئ تماما فلا انصحك في اي مكان واي موضع في القران تقرا الاستعاذه تتوقف ثم تبتدئ ان شاء الله. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا شيخ عمار انت الان ضمن قائمه واحده قائمه الحفاظ بالتوفيق لك ان شاء الله. نستقبل اتصال اخر يا محمد نقول يا اهلا وسهلا السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا رمضان كريم. اهلا وعليكم اهلا الاسم. احلام محمد عبده علي عبد الله. احلام علي عبده. لا احلام محمد عبده. محمد عبده. احلام محمد عبده. علي عبد الله الريمي. علي الريمي. عبد الله الريمي. ايوه. خلاص كفي اربعه. يلا. يا احلام كم تحفظي؟ ما تيسر من القران. ما تيسر من القران، اول مره تشاركي؟ اكيد. طيب من وين بتقري اليوم؟ There is one minute left. باقي دقيقه في حسابها. يلا. طيب حاولي تقري في الدقيقه. حاضر. يلا اقري بشكل سريع. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا قوم إني لكم نذير أن اعبدوا الله واتقوه واطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويعافيكم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء فلا يؤخر لو كنتم تعلمون. بارك الله فيك يا أحلام بارك الله فيك. شكرا. يؤخركم ولا يؤخركم؟ يؤخركم. أيوة بارك الله فيك يلا. إذا بالتوفيق يا أحلام ومع أنه الصوت ما كانش هذا المطلوب بس بتدخلي معنا في السحب ونستقبل اتصال آخر يا محمد. ألو السلام عليكم. ألو. طيب وطي صوت الام بي 3 اسمعني من التلفون. ألو. أهلا وسهلا كيف حالك؟ الحمد لله. إيش اسمك؟ سلسبيل. إيش اسمي؟ سلسبيل. أيوه. أها. أتشارك باسم بتاع جسمي ولا؟ طيب وطي صوت الام بي 3 اسمعيني من التلفون يا سلسبيل. أيوه. طيب إيش اسمها؟ بمن تشاركي باسم من؟ أبوها. ماما. طيب إيش اسم ماما؟ إسراء. إيش؟ إشراق. إشراق وطي صوت الام بي 3 يا سلسبيل عشان نقدر اسمعش. يلا. إشراق. إشراق. أها. عبد القوي. عبد القوي. علوان. هل؟ علوان. قبل علوان. قبل علوان من؟ عبد الخالق. عبد الخالق علوان. أيوه. يلا. كم تحفظي يا سلسبيل؟ كم؟ المعارج. سورة المعارج؟ أيوه. تدرسي صف خامس؟ أيوة. يا شاطرة يلا قرأي. بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. حسبك يا سلسبيل. ها؟ من أين قرأت الآن؟ سورة المعارج. المعارج ولا الجن؟ ايوه غيرت الاسم فقط بس ما شاء الله يا سلسبيل تلاوتك متقنه ما شاء الله حفظك الله. شكرا. سلسبيل ان شاء الله تفوزي معنا اليوم قولي ان شاء الله. ايوه الجائزه.
انتظري السحب في نهاية الحلقة في الإذاعة. تابعينا الآن إلى نهاية الحلقة ويمكن يطلع اسمك في سحب الجوائز. والله شكرا. عفوا عفوا يا سلسبيل. ونستقبل آخر مكالمة في الفقرة الأولى. أيوة علشان ما لدينا ما نضايقش الوقت يا أحمد. أيوة. خلاص تم. إذا نستقبل مكالمة. أهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. رمضان كريم. رمضان كريم تسمعوني؟ أيوة معكم. طيب الاسم؟ عبير حمود سنة. علي؟ عبير حمود سنة. عبير حمود من؟ سنة. سنة؟ سنان. سنان قبل سنان. طيب قبل سنان من؟ بعد حمود ايش؟ عبير حمود صالح. صالح سنان. سنان. اذا يا عبير اول مره تشاركي معنا صح؟ ايوه. طيب كم تحفظين من القران؟ ما تيسر من القران. ما تيسر. من اين ستقرأين لنا اليوم؟ من بدايه سوره الكهف. بدايه سوره الكهف. اذا توكلي على الله واستعذي من الشيطان وابدئي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي انزل على كتابه لم يجعل به مخرجا قيما عند الباس. يا عبير اذا تسمعيني ولو قاطعتش قربي التلفون بس خلي صوتش اوضح. كملي من عند قيما. قيما لينذر بحثا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات إن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. حسبك يا أخت عبير صحيح؟ طيب أنت تنتبهي للشكل أن تمام؟ أيوه مثل أن الله هكذا الشكل مهم جدا. بارك الله فيك. قراءة مباركة يا عبير وكنت آخر المتصلات معنا اليوم في الفقرة الأولى بإذن الله تفوزي معنا. نبدأ إن شاء الله. إن شاء الله. إذا نبدأ في القرعة يا شيخ. و قبل القرعة بشكل سريع يا محمد بنذكر بالفائزين معنا في مسابقة الفيسبوك لسؤالي أمس. الاسم الفائز الدنيا دوارة. اسم الحساب حقها الدنيا دوارة. الدنيا دوارة يا شيخ. والله أن الإنسان الذي يدور أما الدنيا هي هي. أما كما عودنا مشاهدينا ومتابعينا في الفيسبوك أن يكون لهم صورة وجولة في هذا اللقاء. أما سؤال الفيسبوك لحلقة اليوم الحلقة 15 ما هي الصورة التي لا يوجد فيها حرف الفاء؟ إذن السؤال هي ما هي الصورة التي لا يوجد فيها حرف الفاء؟ وأنوه بشكل سريع لمشاهدينا ومتابعينا في الفيسبوك يا شيخنا أن الإجابة ستكون في المنشور أو البوست الرئيسي للمنشور بيكون تصميم خاص بالسؤال وليس في البث المباشر. في البث المباشر لا يوجد هناك قرعة وسحب الأسماء. نبدأ بالقرعة يا شيخ في فئة أولنا الحفاظ. الأخ عمار ما شاء الله أمس واتصلوا اليوم وحافظ المصحف ومدام أنه حدد لنا وضع لنا وأتاح أن نحدد له المكان من الحفظ وقرأ معنا أنه حافظ المصحف. حافظ. فلذلك الأولوية له لن ندخله في القرعة. الأخ فائز معنا اليوم عمار عبد القاسم صالح. إذا مبروك يا عمار. وعمار حتى هو يعني في كل حلقة يشارك معنا ويخلي الشيخ أن يحدد موضوع. أيوه. توفقت معنا اليوم يا عمار مبروك. وهذه أمامك تختار جائزتين عشان السؤال بعدها معنا سؤال. إذا نختار بشكل سريع يا محمد. اثنين فائزين معنا اليوم في مسابقة التلاوة من محمد والمرتضى وسنة وهاشم وأمة ورضوان وإياد وعمار وأحلام. عمار خلاص فاز. إشراق وعبير والذي ما ذكرش اسمهم موجودين في القرعة. هذا فقط من الكشف الموجود عندي. أول اسم يا شيخ معنا اليوم تفضل. أحلام الريمي. إذن الفائزة أحلام محمد الريمي. مبروك يا أحلام أول الفائزات معنا لليوم. إذن من هو الفائز الثاني معنا؟ تفضل شيخ. الفائزة سنة أحمد علي سبهان. سنة اليوم توفقت فازت معنا أمس شاركت. أيه. سبحان الله الإنسان يكرر حتى يفوز. إذن مبروك لسنة ومبروك للريمي. أحلام الريمي. أحلام بدور اسمها عندي في الكشف. أحلام الريمي اسم عمار وسنة وعمار. أينو.
عشان نشوف فيما بعد. اذا ندخل بشكل سريع يا شيخ في الفقره الثانيه، واذا ما حصلنا يعني ناس يردوا على السؤال احنا بنرجع للقرعه وبنختار من الفقره الاولى. نبدا باستقبال المكالمات للفقره الثانيه ونبدا باول مكالمه. نقول اهلا وسهلا، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. بشكل سريع الشيخ، اول شيء الاسم. هنا احمد محسن الخولاني. هنا احمد محسن الخولاني. ايوه. بتشاركي في فقره القراءه صح؟ لا هي اختي. ها طيب. الان الشيخ بيضع عليك سؤال مباشر ومحمد بيشغل لنا عدد العشر الثواني وباذن الله تفوزي معنا، تفضل شيخ. ان شاء الله. يا اخت هنا. ايوه. امامك عشر ثواني علشان ما تبحثيش في الجوجل، تمام؟ الاخ محمد تيسر جاهز؟ اسالك سؤال، اذا جاوبتي مباشره انها لاخر يوم في ضربه الحظ اليوم، اذا جاوبتي على السؤال تحصل على الجائزه مباشره بدون قرعه. ان شاء الله. يا هنا. ايوه. اسم احمد في اي سوره ذكر؟ في سوره مريم. خطا. طه. في سوره الصف. في سوره الصف يا هنا، اذا موفقه معنا ان شاء الله في حلقه قادمه. نستقبل اتصال اخر يا محمد، نقول اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الاسم؟ جلال. انيس مضخم حمدان. على حبه حبه. جلال. جلال. انيس. انيس مطهر الهمداني. الهمداني. شاركت معنا صح يا جلال؟ ايوه. طيب يلا الشيخ بيضع عليك السؤال وان شاء الله تتفق معنا. فزت معنا يا جلال او لا؟ لا. لا. جلال جاهز؟ ايوه ان شاء الله. اذا جاوبت الجائزه لك، تمام؟ ان شاء الله. 10 ثواني امامك. حاضر. سوره ذكر في اخرها اسم نبيين. ساعدك. هذا سؤال مباشر. اسئله مباشره يا جلال. كمل الوقت يا محمد تيسير. اذا موفق يا جلال. صحف ابراهيم وموسى سوره الاعلى. الذي بعد يا محمد. طيب نستقبل اتصال ونقول يا اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الاسم؟ عائشه الغني. عائشه عبد الغني. اها. محمد عمر. محمد عمر. عمر. ايوه. طيب يا عائشه الشيخ بيضع عليك السؤال. طيب تفضل يا شيخ. يا عائشه. ايوه. جاهز؟ ان شاء الله. سورة من القرآن اسمها على اسم نجم من النجوم. ها؟ سورة من القمر. لا، سورة من القرآن اسمها هذا كوكب. القمر كوكب. سورة هود. لا. إذن سورة الشمس. خلاص نوقف يا أحمد. إذا نوقف الاتصالات آخر اتصال يا محمد بسرعة. آخر اتصال بسرعة علشان يلا عشان الشيخ يلا أنا أشيل يوم يفوز واحد منهم. أيوة ما نشيل نرجع القرعة. إذا نستقبل آخر اتصال من سيحالف الحظ معنا ويكون السؤال بسيط يا شيخ عشان الفقرة الثانية. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا، الاسم؟ أفراح عبد الحسن القادري. أفراح عبد الحسن القادري. عبد الحسن القادري، تفضل يا شيخ أعطاه السؤال. يا أفراح. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كم ذكرت في سورة الرحمن؟ ممكن خيارك يا شيخ؟ نحن أسئلة مباشرة والجائزة مباشرة لها. والجائزة مباشرة يعني في تبادل منافع. إذا لم يحالفهم الحظ. إذا خلاص. اليوم كان طبعا آخر شيء في ضربة الحظ، غدا نغير البرنامج. ممكن تسحب من الورق اللي عندك. إذا بنسحب من الفقرة الأولى بشكل سريع يا محمد عشان الجائزة الرابعة. تفضل يا شيخ. طيب. من سيحالف الحظ معنا وقبل رضوان الأديمي. رضوان الأديمي. إذا رضوان محمد عبد الله الأديمي، مبروك لرضوان. أعتقد هي بنت شاركت باسم رضوان. أيه. إذا مبروك للفائزين معنا والذي ما حلفهمش الحظ، زي ما عودناكم في كل الحلقه نحن ما زلنا مستمرين معكم وبيحالفكم الحظ معنا بجوائز ماليه مقدمه من شركه القهرماني للصرف والتحويلات. الى هنا نصل واياكم لختام هذه الحلقه، ولكم سلام عابر منا كما بدانا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. علينا فتش عن الرزق في دنياك تلقاه، لا تخش من فاقة فالباسط الله. كل من حلال يديم الله نعمته، وادعو فما خاب محل بدعاه.
دعواه ولا تبذر ولا تمشي.